تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومن بينها المسجد الأقصى. من جنوب إفريقيا انطلقت قافلة إغاثية نصرة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، قادها أحد أكبر النشطاء المؤسساتيين العاملين هناك. في سنة 2010 الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالدخول إلى غزة في قافلة صغيرة من مصر، من القاهرة، ورأينا أنه أخواننا من بريطانيا يأتون عبر من بريطانيا عبر أوروبا إلى أهلنا في غزة، فوجدنا أنه حق علينا نحن أن نخرج عبر أفريقيا. الأستاذ وليد السعدي، أمين عام هيئة الإغاثة في جنوب إفريقيا، حدثنا عن طبيعة الرحلة التي انطلقت من مدينة دربن حتى الوصول إلى فلسطين عبر أكثر من 10,000 كيلومتر. يعني طريق وعرة جدا، خطرة جدا، الله سبحانه وتعالى سلمنا، وخصوصا خرجنا نحن في 26/6 في 2011، وصلنا دخلنا غزة في 26/8/2011، شهرين مررنا في 8 دول. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن عملنا برامج في كل دولة، وهي الخطة كانت أنه خطة أنه تأهيلية لشعبنا في أفريقيا عن موضوع القدس وفلسطين. أما عن كيفية استقبال الوفود الإغاثية إلى فلسطين والأثر المترتب عليها في نفوس الزوار والنشطاء العالميين، يقول أمين عام هيئة الإغاثة في جنوب إفريقيا: دخلنا غزة في 26 رمضان، وكان احتفال كبير طبعا لأهل غزة في لقائنا بأنه نعبر 10,000 كيلومتر عبر أفريقيا. لأول مرة في التاريخ حصل هذا، كان احتفال كبير، أهل غزة رحبوا بنا ترحاب يعني كان فوق العادة. رسالتي إليهم يعني أكملوا هذا الطريق، فنحن معكم بإذن الله تعالى قلبا وقالبا. حملة الإغاثة المنطلقة من جنوب إفريقيا صوب الأقصى المبارك كانت عنوانا لرحلة شد الرحال المرتقبة من سائر أرجاء المعمورة إلى فلسطين السليبة.